على إثر معاهدة بورتسموث التي صارت وطلعت المظاهرات في تريد تسقطها وإلى آخره. طلع هو أذاع البيان ما تردوها المعاهدة خلي تروح سقط. أجل جماعة الأحزاب كلها مشهورة ومكتوبة في مذكرات الدبلوماسيين السياسيين العراقيين وقال لهم أنا انتهيت ما تريدوني أنا أروح، أنا يظهر أنه غير مرغوب وأنا ما أقدر أدير الحكم. والله العظيم كل الأحزاب المعارضة وهي مكتوبة هم كتبوها قاموا عليها، أنت من آل بيت رسول الله، أنت من سلالة الحسن والحسين، أنت إلى آخره، أنت أمل العراق عدو برده. عبد الإله لم يكن متهالكا على الحكم، اتهموه أنه يريد سوريا وما يريد سوريا، أنه يريد يصير ملك على سوريا. يا دوبك الذي دبر أمره في العراق.